بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. الحلقة 22 بعد 100. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. هذه حلقة جديدة مع رسائلكم في برنامج نور على الدرب. رسائلكم في هذه الحلقة نعرضها على فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، عضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء وعضو هيئة كبار العلماء. مع مطلع هذه الحلقة نرحب بالشيخ صالح ونشكر له تفضله بإجابة الأخوة المستمعين، فأهلا وسهلا. حياكم الله. أولى رسائل هذه الحلقة رسالة وصلت إلى البرنامج من الرياض، وباعثتها إحدى الأخوات المستمعات. تقول السائلة أم معاذ الكثيري. أم معاذ تسأل جمعا من الأسئلة، في أحدها تقول: ما حكم قص الشعر من الأمام للمرأة تزينا بالزوج، وهو ما يعرف بالقصة، وقصها ليس على نحو يشبه الكافرات، جزاكم الله خيرا. قص المرأة لشعر رأسها فيه تفصيل. إذا كان من أجل الحاجة كان يكون الشعر ثقيلا وطويلا وهي تعجز عن القيام بإصلاحه ومعونته، فلا بأس بتخفيفه، كما فعلت أزواج النبي أو بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاته. أما إذا كان القص لا من أجل الحاجة وإنما من أجل التزين فهذا لا يجوز، لأن الزينة في بقائه، وأما قصه فإنه تشويه وإزالة لجمال المرأة، ولم يكن هذا معروفا إلا لما جاءت الموضات الجديدة والتقليد الأعمى للنساء الأجنبيات، وما يشاهدنا في مجلات الأزياء ومجلات الموضات، أو ما يشاهدنا في المسلسلات في التلفزيون، أصبح يقلدنا هؤلاء النساء. فقصه من غير حاجة، أولا أنه إزالة لجمال المرأة، وثانيا أنه لا يخلو من التشبه، وثالثا أن فيه أيضا شبه من القزع الذي نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم. القزع معناه أخذ بعض شعر الرأس وترك البعض الآخر. نعم، جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. رجل فاتته الركعة الأولى من الصلاة الرباعية، فهل بعد السلام الإمام يأتي بالركعة الأولى ويجلس للتشهد، أم بعد الإتيان بها ويسلم دون ذكر التشهد، جزاكم الله خيرا؟ من فاتته الركعة الأولى من الصلاة الرباعية فإنه إذا سلم الإمام يقوم ويأتي بركعة بدلها، وتكون هذه الركعة هي آخر صلاته، وما أدركه مع الإمام يكون هو أول صلاته، بقوله صلى الله عليه وسلم: إذا سمعتم الإقامة فامشوا وعليكم السكينة، كما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. فقوله فأتموا هذا الدليل على أن ما يأتي به بعد الإمام إتمام للصلاة فيكون آخرها، وما أدركه مع الإمام هو أولها. وأما رواية وما فاتكم فقضوا فإنها لا تخالف هذه الرواية، لأن القضاء يطلق على الإتمام أيضا. فإذا أتيت بالركعة التي سبقت بها فإنك تجلس للتشهد الأخير وتأتي بالتشهد الأخير كاملا ثم تسلم، لأن التشهد الذي جلسته مع الإمام يعتبر متابعة فقط ولا يحتسب لك تشهدا، وإنما هو متابعة فقط. نعم، جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. تقول: امرأة حاضت وأيام دورتها 7 أيام، وفي رمضان انقطع الدم عنها في اليوم الرابع، فصامت ذلك اليوم وصلت، وفي اليوم الخامس عاودها الدم مرة أخرى وأكملت 7 أيام إلى أن طهرت، فهل اليوم الرابع الذي انقطع فيه الدم عنها يصح صيامه أم تقضي، جزاكم الله خيرا؟ إذا كان اليوم الذي صامته نقاء تاما لم ترى فيه شيئا من الدم من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، وهي قد نوت الصيام من الليل، فإنه يعتبر صياما صحيحا، لأنه
لأنها نوت صيامه وقد انقطع الدم عنها في سائر اليوم فهو صيام صحيح والحمد لله، ويكون طهرا متخللا في أثناء العادة. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. المستمع عبد الرحمن أبو يوسف من الدمام بعث يسأل ويقول: هل الذهب الذي يلبس في المناسبات كالأعياد أو الزواجات هل عليه زكاة؟ ومن يزكي عنه في هذه الحالة، الزوجة أو الزوج؟ وهل يجوز أن تعطي الزوجة زكاة حليها لزوجها؟ جزاكم الله خيرا. زكاة الحلي الذي يستعمل ويلبس المناسبات ويتزين به فيها خلاف بين العلماء. الجمهور على أنه لا زكاة فيه لأنه حلي منوي للاستعمال، فهو كالثياب وكالمسكن والمركب لا يعد للنماء وإنما يعد للاستعمال وليس فيه زكاة. هذا قول جمهور أهل العلم من الصحابة ومن بعدهم إلى وقتنا هذا. وذهب جمع من العلماء إلى إيجاب الزكاة فيه نظرا لأنه من الذهب أو من الفضة، والأدلة تدل على وجوب الزكاة في الذهب والفضة مطلقة كما يرون. وأيضا وردت أحاديث خاصة في إيجاب الزكاة في الحلي المستعمل وقد صحت عندهم واستدلوا بها. على كل حال، من زكاه من باب الاحتياط وإبراء الذمة والخروج من الخلاف فهو أحسن. والذي تجب عليه زكاته هو من يملكه، زكاة تجب على مالك المال وهو المرأة صاحبة الحلي. وإذا أخرجها عنها زوجها أجزأ ذلك، إذا أخرج زكاتها وناب عنها في ذلك فإن هذا يجزي عنها. والزكاة تدفع للفقراء، زكاة الحلي على القول بوجوب الزكاة فيه، وزكاة غيره من الأموال تدفع للأصناف الثمانية التي ذكرها الله في الآية الكريمة، وهي قوله تعالى: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل. فإذا كان الزوج فقيرا محتاجا فلا مانع أن تدفع إليه زكاتها، وإن دفعتها لغيره من الفقراء وأعطته من الصدقة من صدقة التطوع فهذا أحوط، أن تعطيه من صدقة التطوع وتخرج الزكاة الواجبة إلى غيره من الفقراء. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. المستمع صاد جيم من الخرج بعث يسأل ويقول: لدي مغسلة ملابس استأجرها مني شخص آخر لمدة سنة وستة أشهر، فكيف تكون الزكاة على هذه الأقساط الشهرية علما بأنها قد انتهت أقساطها؟ جزاكم الله خيرا. لدي مغسلة ملابس استأجرها مني شخص آخر لمدة سنة وستة أشهر، فكيف تكون الزكاة على هذه الأقساط الشهرية علما بأنها انتهت أقساطها؟ يبدأ أن استأجرها بالتقسيط. نعم، الزكاة تجب في الأجرة. طيب، إذا حال عليها الحول ابتداء من العقد. نعم. تجب في الأجرة إذا حال عليها الحول ابتداء من العقد، سواء كانت هذه الأجرة تأتي دفعة واحدة أو كانت تأتي على أقساط. إذا تم عليها سنة من جريان العقد فإنها تجب فيه الزكاة، سواء وصلت إليه أو كانت في ذمة المستأجر. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول: توفي والدي وأصبحت أنا العائل للأسرة، والأسرة مكونة من والدتي وثلاث بنات وخواني جميعا، وأنا لم يتم لنا عقيقة، فهل تجب علي الآن جزاكم الله خيرا علما بأن عمري الآن 23 سنة والبنات ما بين 17 إلى 15 سنة وعشر سنوات؟ جزاكم الله خيرا. العقيقة ليست واجبة، الحمد لله، إنما هي سنة، وأيضا هي مشروعة في حق الوالد، هي من حقوق الولد على والده، من الحقوق المستحبة الولد على والده. ولا يلزمكم أن تعقوا عن أنفسكم، أو يلزم البنات أن يعققن عن أنفسهن، خصوصا وأنها قد مضى وقت طويل وهي مشروعة في حق الوالد. نعم. جزاكم الله خيرا. هل من ترك العقيقة من الآباء شيخ صالح لم يعق عن أبنائه لظرف من الظروف هل يعتبر آثما؟ إن كان لا يستطيع ذلك فلا حرج عليه، وإن كان يستطيع ذلك فإنه يكون تاركا لسنة لم يكن تاركا لواجب، لا يأثم على ذلك الحمد لله، ولكن يكون تاركا لسنة. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. مستمعة رمزت باسمها بالحروف رايسين ميم ألف من مصر تقول في قضية مطولة بعض الشيء: أنا سيدة مسلمة متزوجة منذ 30 سنة وعمري الآن ما يقارب 50 سنة، ومنذ زواجي وأنا في خلافات مستمرة مع زوجي ولدينا أولاد، وبسبب الخلافات
الخلافات وقع علي يمين مرتين ومرة طلاق، وكنت خارج المنزل لزيارة بعض الأقارب وقال لابنتي إنها حرمانة، وأنا الآن ما زلت موجودة معه في المنزل وأنا سيدة متدينة وأخشى الله وأخافه، فما رأيكم يحفظكم الله؟ هل هناك كفارة بالحرمانية كما قال أو يجب علينا شيء نفعله؟ وفي إحدى المرات حلف بالطلاق وكان في لحظة غضب شديد بأن أحد الأشياء لا تدخل المنزل، ورغم ذلك دخل هذا الشيء المنزل، فما رأيكم؟ وجهونا جزاكم الله خيرا. أما أنتم فلا حرج عليكم، وإنما هذا شيء يتعلق به هو، الواجب عليه أن يسأل عن هذه الأمور ويوضح لأهل العلم الذين يسألهم ما وقع منه وما جرى منه ليخبروه بالحكم الشرعي. وأما أنت وبناتك فلا حرج عليكن في ذلك. الحمد لله. نعم. جزاكم الله خيرا. المجتمع قائد غالب عبد السلام بعث يسأل ويقول: أنا أعلم أن الزكاة لا تجوز بالنقود، وقد بعثت لوالدي أخبرته بذلك لكنه لم يخرج إلا نقود، فحينئذ سقطت عنا الزكاة أو لا زالت في ذمتنا؟ جزاكم الله خيرا. ماذا تقصد بالزكاة؟ زكاة الفطر يحفظكم الله. إذا كانت تقصد زكاة الفطر، نعم، فإن زكاة الفطر لا بد أن تكون من الطعام. طيب. لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بإخراجها من الطعام وقدر ذلك بالصاع، فدل على أنها تجب من الطعام، وإخراج القيمة لا يجزي لأنه خلاف النص، والواجب تقيد بالنص وهو إخراج الطعام بالفطرة، صاع من بر أو صاع من شعير أو صاع من تمر أو صاع من زبيب أو صاع من أقط أو ما يقوم مقام هذه الأصناف الخمسة من الأطعمة المكتاتة والمعتادة في البلد، هذا هو المشروع. وإخراجها إنما يكون في يوم العيد قبل الصلاة أو في ليلة العيد، ولا بأس أن تخرج قبل العيد يوم أو يومين، هذا وقت الإخراج وتكون من الطعام. أما القيمة فإنها لا تجزي لأنها خلاف النص. نعم. جزاكم الله خيرا. الذين يقولون إن النقد أنفع للفقراء كيف يجابون؟ يحفظكم الله شيخ صالح. الدين ليس بالرأي. طيب. كما يقول أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه، يقول: لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلاه، قد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يمسح على أعلى الخف. فالدين ليس بالرأي ويقال هذا أنفع، ما دام النص ثابتا فإنه يجب العمل به، وقد نص النبي صلى الله عليه وسلم على إخراج الطعام في زكاة الفطر وقدره بالصاع ونوعه حسب أقوات البلاد، فدل على أنه يتقيد بما نص عليه الرسول صلى الله عليه وسلم. أما القيمة فإنها مخالفة للنص، وكانت النقود موجودة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ومع هذا لم يأمر بإخراجها في زكاة الفطر، وما كان ربك نسيا، فالواجب هو التقيد بالنص. ولما قيل للإمام أحمد إن عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه كان يرى إخراج القيمة في صدقة الفطر، قال الإمام أحمد رحمه الله: يتركون قول رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقولون قال فلان. فهذا إنكار من الإمام أحمد على من عدل عن النص وأخذ بالاجتهاد، لأنه لا اجتهاد في مقابلة النص. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول: إذا كان لدى المرأة بعض الحلي وعليها بعض الصور كيف تتصرف حينئذ؟ جزاكم الله خيرا. الواجب عليها إزالة الصور، ولا يجوز لبس الحلي الذي على شكل صورة أو فيه صورة، كما لا يجوز لبس الثياب التي فيها صور. والواجب عليها أن تذهب إلى أحد الصاغة ويطمس هذه الصورة ويزيلها. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. مستمع من تبوك يقول: أحمد ميم حاء، له قضية مطولة يقول فيها: حصل بيني وبين عمي أبو زوجتي سوء تفاهم، وحصل بعض البغض في القلوب، وطلبت زوجتي مني ذات يوم من زيارة والدها فأخذتها لك، وعندما ذهبت له غيرها علي فرفضت العودة معي لبيتي، فأرسلت لأبيها عدة رجال من الأقارب ولكن بدون جدوى،
وعندما ذهبت إلى عملي في مدينة تبوك أخذ زوجتي من نفس المدينة تبوك إلى مدينة جيزان بدون علمي. ويسألني حينئذ الزملاء في العمل وبعض أصدقائي أين زوجتك؟ فأقول طلقت زوجتي وأنا لم أطلقها بعد، فهل تعتبر زوجتي طالق علما بأنني أقول ذلك من كثرة ما أسأل عن أهلي؟ وجهوني جزاكم الله خيرا. أنت أخطأت في هذا الكلام، هذا يعتبر من الكلام الذي فيه خطورة ومن الكذب، فأنت أخطأت في هذا. وأما إذا كنت قصدك الإخبار عن هذا الطلاق فإنه يكون من الكذب ولا يلزمك فيه شيء، أما إذا كان قصدك إنشاء الطلاق فإنه يقع عليك، المدار على قصدك ونيتك. إن كان قصدك الإخبار تقول أنا قد طلقت زوجتي من باب الإخبار وأنت لم تطلقها وإنما هذا من باب الكذب، فهذا لا يقع به طلاق لأنه خبر كاذب وتأثم عليه. أما إذا كان قصدك الإنشاء يعني نية إحداث الطلاق وقت الكلام فإنه يقع عليك ويتكرر بتكرر الكلام، أنت ونيتك في ذلك. وأما أبو زوجتك فإنه إذا كان الأمر كما ذكرت فإنه يكون مخطئا خطأ كبيرا ومذنبا ذنبا عظيما، لأنه خبب زوجتك عليك، وقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم من خبب امرأة على زوجها. الواجب عليه أن يتقي الله وأن يعيد الزوجة إلى زوجها وأن يصلح بينهما بدل أن يفرق بينهما ويفسد ما بينهما. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. بعض هذه الخلافات الأسرية تنعكس على الزوجات شيخ صالح، وربما كنا ضحية لها، هل من كلمة جزاكم الله خيرا؟ لا شك أن الخلافات بين الأسر تسبب مفاسد، تسبب القطيعة بين الأرحام، وتسبب البغضة بين المؤمنين وبين الجيران، وقد تسبب الطلاق وشتات الأسر وتفرق بين المرء وزوجه، ففيها مفاسد عظيمة. ولهذا يقول الله سبحانه وتعالى لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. الواجب الإصلاح بين المتخاصمين والمتخالفين، لا إذكاء الخلاف بينهما والتحريش بينهما. ويقول سبحانه وتعالى اتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم فإن فساد ذات البين هو الحالق، لا أقول تحلق الشعر وإنما تحلق الدين. فساد ذات البين فيه خطورة عظيمة ومفاسد كبيرة، خصوصا بين الزوجين وبين الأسرة الواحدة وبين الوالد وأولاده. فالواجب الإصلاح بين الناس، تسوية النزاع، ويحرم تدخل النمامين والوشائين بين الناس، فإن هذا فيه إثم عظيم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يدخل الجنة نمام، الله جل وعلا يقول ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم مناع للخير معتد أثيم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. من اليمن رسالة بعثت بها إحدى الأخوات، تقول السائلة مستورة بنت أحمد، أختنا تقول عن نفسها أنا فتاة من اليمن، أسأل فضيلتكم عن إخواني الذين منعونا من الزواج، وقد بلغت إحدى أخواتي 50 سنة ونحن نخاف أن نصل إلى ما وصلت إليه أختنا هذه، فقمنا بتزويج أنفسنا بدون رضا أخينا، والآن منعوا عنا حقنا من الإرث، فماذا تقولون لنا يحفظكم الله ولأخينا ذلكم جزاكم الله خيرا؟ الواجب على ولي المرأة أن يزوجها إذا جاء من يخطبها من الأكفياء الصالحين. قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتاكم من ترضون دينه وأمانته فزوجوه، إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. الله تعالى يقول وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم ليكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله والله واسع عليم. ونهى سبحانه وتعالى عن العضل، قال تعالى ولا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف. والعضل للنساء من غير حق يعتبر كبيرة من كبائر الذنوب، لأنه يحصل به مفاسد وظلم للمرأة، وتزول ولاية العاضل، تزول ولايته إلى من بعده، فإذا عضل موليته فإن الأمر يرفع إلى الحاكم، الحاكم ينزع الولاية منه ويعطيها لمن بعده من أوليائها، أو يتولى الحاكم تزويجها إزالة
للضرر. أما المرأة فإنها لا تزوج نفسها، لا بد من الولي. قال صلى الله عليه وسلم: لا نكاح إلا بولي وشاهد عدل، ونهى عن أن تزوج المرأة نفسها. الله تعالى خاطب الرجال بتزويج تزويج النساء، قال تعالى: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض. قال تعالى في حق المتفارقين من الأزواج وما يجب للزوجات بعد الفراق من المتعة، قال تعالى: إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح. الذي بيده عقدة النكاح هو الولي، فلا تزوج المرأة نفسها، ولكن إذا عضل وليها فإنها تذهب إلى الحاكم الشرعي، والحاكم ينقل الولاية إلى آخر أو يتولى ذلك بنفسه ويعقد بالمرأة. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم شيخ صالح. في الختام أتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم بإجابة الأخوة المستمعين، وآمل أن يتجدد اللقاء وأنتم على خير. مستمعي الكرام، كان لقائنا في هذه الحلقة مع فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، عضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء وعضو هيئة كبار العلماء. شكرا للشيخ صالح. وأنتم يا مستمعي الكرام، شكرا لحسن متابعتكم، ونحن نرحب برسائلكم على عنوان البرنامج: المملكة العربية السعودية، الرياض، الإذاعة، برنامج نور على الدرب. مرة أخرى.